شوف كده لما سألنا الناس ايه رأيك في الحما وانت حماتك بتحبها والكلام ده كله، نشوف رأي الناس. رأي الناس حلو، رأي الناس في الحموات. يلا بينا. حما زائد حما يبقوا حماتين، وانا اشوف العمى ولا اشوف الاثنين. حما زائد حما يبقوا حماتين. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. بتحبي حماتك؟ اكيد، بس الله يرحمه. اه طبعا تحبيها فعلا. اه طب عيد ميلادها امتى؟ لا معرفش عيد ميلادها امتى. اه بموت فيها. عيد ميلادها امتى؟ لا معرفش. اه طبعا. ليه؟ طبعا انا كنت بحبها جدا بصراحه، ست كانت علاقتها بيا طيبه جدا. بقول لك ايه انت بتحبي حماتك ولا؟ الله يرحمها اكتر، بحبها جدا يعني. انت عارفه عيد ميلادها امتى؟ لا بس معرفش عيد ميلادها امتى. بتحبيها ازاي؟ ما انت ما كنتش بتجيب لها هديه في عيد ميلادها. كنت بجيب لها ولا؟ لا كنت بجيب لها في عيد الام مش في عيد ميلادها بصراحه. عيد ميلادها امتى؟ لا مش عارف. ممكن تقولي انت بتحبي حماتك ولا؟ اه طبعا بحبها. طب عيد ميلادها امتى؟ 17/10. ممكن تكلميها دلوقتي؟ ليه؟ بتقولها حماتي ولا بتقولها ماما ولا بتقولها طنط؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ بتحب حماتك؟ جدا، عشان ست كويسه. قول ده كده. في ناس كتيرة بتقول لحماتها طنط، في ناس بتقول يا ماما. ماما دي بتبقى كلمة مستفزة جدا يعني، ساعات بتبقى لحماها بابا. بس هو على حسب شعورك، انت شعورك بيبقى عامل ازاي. بس كانت جامدة الست اللي قالت لها عيد الأم، اجيب لها انا في عيد ميلادها، انا عيد ميلادها اجيب لها ليه انا في عيد ميلادها، انا اجيب لها في عيد الأم، كفاية اجيب لها في عيد الأم، ايه المشكلة؟